إن تقديم الشكوى والحصول على رد حق لا تتنازل عنه، فإعلان حالة الطوارئ لا يمنعك من تقديم شكوى ضد الأفراد أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الأمنية. وتسهيلاً لممارسة حقك في تقديم الشكوى، أنت لست بحاجة للوصول شخصياً لمديريات ومراكز الشرطة، فوحدات الشكاوى تستقبل شكواك إلكترونياً. يمكنك تقديم الشكوى المتعلقة بالخدمات المقدمة من الشرطة الفلسطينية عن طريق زيارة موقع الشرطة الفلسطينية www.palpolice.bs وتعبئة الطلب الإلكتروني، أو من خلال التواصل مع منصات شرطة فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي التي بدورها تتابع شكواك أو تحولها إلى جهات الاختصاص، أو الاتصال على الرقم المجاني 100. لنعمل سوياً من أجل تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الأمن والأمان. مع تحيات الشرطة الفلسطينية، هذا الإعلان بالتعاون مع ديكاف مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وبتمويل من وزارة الخارجية الألمانية.